وباز اخويا عصام وراسك وجه قاصح خويا عصام خويا عصام تهلا فيا كون هاني. المهم عرفنا اللعيبات هادو غندوزو كما قلنا لتحدي اللهجات. واش دا ابو احمد تفضل. لا عاود عاود عندك 10 ثواني 9 8 7 6. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده. هذه المره حلقه مبدله شويه وحمقه ومسطيه ومعنا واحد الساط اللي خلى الوراق ديالو في شي بلاصه في شرم الشيخ ولا الاسكندريه ولا المهم قطعوهم طاحوا ليه في الطريق الله اعلم وجا المغرب. معنا المصري احمد زيدان. اهلا يا عم عصام. كي داير اخويا؟ بخير اخويا. صحه لاباس؟ صحه لاباس ونهار بخير نهار هاني صحيحه. جو مابيل كلود جو تي فلو فلي. العائله العائله مزيان صافي راك مغربي؟ يعني بحاول والله ده شرف ليا. لا 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 ما نخافش عليك عارفك واعر يا ابني. هو في حد يطول يا ابني؟ شوف هاد الدارجه ديالك تبارك الله كتبين انك صافي وليتي ولد البلاد. انا سايبك تاكل عيش في البلد انت عارف يعني ايه زوينه هذه. لا فاهم انا ما برضاش اهدر بالمغربيه يا جماعه علشان بس اخلي ولد البلد عصام تخلي لنا حقنا شويه. يعني عشان ما يعني كده انت عارفين. لا لا ما يخافش عليك. المهم شوف باش انت عارف انا بهرج طبعا عارف عارف الله ودي. المهم هو راه كما ما هادشي اللي كاين ديما بحب اهرج. شوف باش نشرح لك دغيا اها الحلقه غادي نقسموها لجوج ديال جوج ديال الاقسام. ايه ياك ايه معلم كلشي باين كولا مكا سمكه. المهم شوف القسم الاول بغينا نهضروا على جانب ديال السياحه اللي بغى يمشي لمصر بغيناك تعطينا نصائح بما انك انت ولد البلاد. شنو 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 البلايص اللي تنصحهم به بشحال غيتقام على السفريه الى اخره؟ بص يا ابن الناس يعني بلاتي بلاتي دغيا. والقسم الثاني غادي نلعب انا وياك شويه غنديروا تحدي اللهجات غنعطيك شي كلمات ولا جبتيهم يا ابن شابو ديالك يا ابن اللذينه صافي دابا بيزنقني. لا انا ما بتزنقش نشوف واش مغربي ولا ماشي مغربي. خلصنا نبدا بحوار السياحه بتاعت مصر. نبدا بحوار السياحه ديال مصر. شوف بص انا يعني احاول عشان ما نطولش. السياحه في مصر ال- 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 الدرهم الدرهم عامل نص جنيه يعني الجنيه عامل نص درهم تقريبا تقريبا تقريبا. يعني مثلا انت لو نازل اسبوع 10 ايام معاك حوالي 15000 درهم تقريبا. انا بقولك بالتقريب تمام كده كل اللي انا بقوله ده بالتقريب. هنقول طيران تقريبا على حسب الوقت اللي انت هتحجز فيه هيبقى من 3 ل 4 تمام كده. هيتبقى لك كام من 15 مثلا؟ هتبقى 11 ولا 12000 تمام. في ناس بتنزل تاخد فندق هوبا 5 ستار ومش عارف ايه كل الفنادق نظيفه. انت تنزل عايز تجرب الاكل عايز تعمل مش عارف تروح تيجي مش عارف ايه. شوف اغلب اللي كيبغي يمشي كيبغي يمشي الاهرامات كيسمع بشرم الشيخ الغردقه فهمتي هاد المناطق هاد. الاهرامات كده كده التذكره بتبقى بحوالي بيت درهم حوالي 10 جنيه او 20 جنيه تقريبا. انا ما رحتهاش بصراحه عشان ما اكذبش عليك بس عشان كده انا مش عارف معلش يا جماعه والله انا ما رحتهاش من ثالثه ابتدائي والبلاد وما ما عارف ما اكذبش عليكم يعني ما بحبش الكذب. انا نيشن نيشن خدت بالك من نيشن دي نيشن. عيدها غرس غرس نيشن زي السكينه في الحلاوه غرس غرس ادي ادي غرس 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 هذه بشلحه بالشلحه غرسنا غرسنا. تحيه للناس تحيه للناس الامازيغ الله يحفظك. بص الاهرامات انت بسم الله كده هتنزل مصر لازم تنزل القاهره ضروري تنزل اسكندريه لان دول يعتبر اساس مصر. تمام طلع القاهره في ناس بتبقى عارفه مصر يعني شرم الشيخ مش زي ما انت قلت شرم. لا هي ما بتقالش شرم اسمها شرم الشيخ. شرم الشيخ مش شرم شرم. لا شرم 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 شرموله. انا افتكرتك هتشتم شرم. لا تشني الشرموله. ايش شرموله؟ الشرموله هي هذيك ملي كنبغيو نصايبوا الحوت اها وكنصايبوا دوك الاقامه البهارات البهارات هذوك سميتهم الشرميله. مسخوط والله شتي مسخوط سير كمل ماشي. شرم الشيخ غردقه تمام. انت عندك شرم الشيخ فيها منطقه زوينه وقليل اللي يعرفها منطقه اسمها دهب يا جدعان اكتبوا على جوجل دهب 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 هي, هي دهب مش عشان بلدي بس هي فعلا دهب كل ما تتخيلوه الناس اللي هي بتحب الفيو
الناس اللي بتحب الهدوء السهرات اللي هي البسيطة اللي هي العادات العربية ومش عارف ايه بتطلع جبال مش عارف. في رحلات جوه البحر بص بتعمل دايفنج بتعمل سنوركينج كل حاجة هتلاقيه برضو في دهب تمام؟ الفرق ما بين دهب وشرم دهب في جزيره بتروحها وبتقطع مسافه بالمركب او الفلوكه معرفش انتوا بتسموها ايه تمام كده فلوكه شرم الشيخ بقى عباره عن فنادق تمام 5 و7 وحكايات لوكس كورنيش كورنيش ممشى احنا بنسميه ممشى تمام انت عندك ايه تاني الديسكوهات البابات الديسك في ديسكوهات عالميه يعني مش ديسكوهات عبيطه يعني انت عندك ليتل بودا وعندك هارد روك دول اكبر وفي الباشا وفي كذا في كذا ديسكو مشهورين عالميا يعني دابا اللي نفهم ان مثلا قلتي 15000 درهم تقطع لك الطيارة وتمشي تما تاكل هتنزل هناك يعني انت مثلا انت راجل نازل تستمتع وفي نفس الوقت عايز توفر شوية في الفلوس فانت ايه بقى هتعمل ايه انا هروح ليك حد في مصر هيفيدك كتير ان انت هتحجز مثلا حجز مبدئي وبعد كده لما تنزل مصر الغي وحجز من غير فلوس صح. دي اول حاجه هتاخد شاليه هتاخد استوديو انت جاي راجل عايز تستمتع بكل مليم في جيبك صح كده ولا ايه تمام فهتحجز مثلا هتاخد لك استوديو قريب من البحر قريب من الـ 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 المحلات والدنيا اللي حواليك تتفادى المواصلات بالظبط كده وانت لما تكون انت بتبقى معاك بقى ايه في ناس يقول لك ده في رحله مش عارف فين في رحله في كل حاجه كاينه انت لو سالت اسال اللي يسال ما يتوهش احنا تنقولوا اللي عنده فمه ما يتلف بالظبط كده اللي يسال ما يتوهش هتخش على مثلا جوجل هتكتب احلى المناطق في الغردقه في شرم مش عارف ايه يطلع لك هتوقف عربيه هوبا العربيه بحال التاكسي الكبير وفي بحال في اوبر وفي توك توك بس توك توك سياحي شويه وفي بحال التاكسي الكبير احنا عندنا في مراكش الكوتشي عارفين الكوتشي انا شفت اقول الحمتور كاين بس كاين هتلاقيه اكتريته في اسكندريه وهتلاقي في القاهره على الكورنيش النيل تمام بالنسبه ده بالنسبه لشرم الغردقه معروفه ان هي غردقه بس في الغردقه بقى وطريق الغردقه في كذا منطقه اسمها رشيطان وشهدوا مناطق ساحليه برضو في الغردقه ما هي الغردقه دي مدينه بتنقسم لكذا يعتبر كذا مكان محافظات ولا كذا مكان مشهوره يعني انت فاهم في عندك راس شيطان في عندك الجونه قيدو تمام في حاجه ثالثه بس انا بصراحه انا مش فاكرها عشان ما اكذبش بس هو عامه غردقه راس شيطان الجونه انت بتستمتع فهمت تمام دي حاجه هتنزل بقى هتنزل على القاهره القاهره هتحجز حاجه اسمها جو باص او اي شركه سياحه اللي هي عامل زي السي تي ام كده تمام هي المسافه كبيره اللي معاه فلوس ممكن ياخد طيران داخلي طياره داخلي ما تكونش غاليه اللي ما بيملش من الطريق وعايز يستمتع بالجبال وبالصحراء وي 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 تقريبا شحال ديال الطريق سي تي ام على حسب الجو باص في اي بي او كده في جو باص بياخد 5 ساعات وفي بياخد 6 وفي بياخد 7 معلش على حسب نوع الاوتوبيس تمام ده بالنسبه لو انت نازل للقاهره انت نزلت القاهره انت نزلت العاصمه العاصمه عايز تروح فين بقى 40 مليون نسمه المغرب لا كامل. لا مش قوي يعني بص هي القاهره داخله في الـ30 غالبا داخله في الـ30 يعني احنا لو جينا مثلا القاهره وجيزه لان هم بحال الرباط وسلا يعني قراب كوبري يا باشا كوبري قنطره تمام كده اقول لك 40 ماشي بالقاهره والجيزه مع بعض 40 قشطه ممكن تبقى اكتر لان انا ما عنديش احصائيات دقيقه انا ما بحبش اقول حاجه انا ما بحبش افتي فهمت اللي انا اقول اهدر على الفاضي تمام مزيانة. هتنزل القاهره طبعا انت بتبقى على حسب ايامك محدوده او محدوده في الرحله مش محدوده في الحياه شوف بلاتي ملي تعطيني احمد مثلا شي مدينه اعطيني تقريبا تقريب ديالها ولا المدينه اللي كتشبه لها في المغرب القاهره كازابلانكا شبيهه لكازابلانكا انا بنزل كازابلانكا هنا انا نزلت مصر نزلت القاهره بيب بيب وهوبا يا ابني حاسب القاهره
ما تقوليش تحية الناس كازا بس على راس. انا بنزل كل يوم يعتبر كازا بلانكا شغلي هناك. عندي عندي ايه تاني عندي. انت لما تنزل القاهرة الاماكن اللي لازم تروحها ايه هي مثلا عندك الحسين شارع المعز. الحسين شارع المعز. احنا بص عندك الجيزة بتخش الاهرامات تطلع البرج برج القاهرة. برج القاهرة معروفة. كورنيش النيل اللي عليه الأسدين. أيه معروفة هذا كشوف أفلام. بالضبط كده. طبعا أنت وصلت هناك هتوصل للنادي الأهلي والنادي الزمالك. الراجا والوداد. بس عندك اسكندرية انزل كل كبدة من عند الفلاح. أهم حاجة أوعى تنسى الكشري. الكشري مهما حد عزمك في في البيت يقولك تعالى هنصوب لك كشري ونعمل لك كشري عمره ما هيطلع زي الحانوت بتاع الكشري. شوفوا بحل خلاصه تقريبيه. الخلاصه انا والدتي بتعمل انا الوالده عندي بتعمل الكشري في البيت ما باكلوش بروح اكله من الحانوت لان الكشري برات يكون بنين. بس خلاص هو ما هو كل واحد وعارف صنعته عارف شنو كاين. صح بالظبط كده. شوف باش ما نطولوش غندوز الليطاب الثانيه اللي قلنا هي ديال تحدي اللهجات. غنعطيك شي كلمات ونبغيك تهلا فيا خويا عصام. لا كون هاني خويا. ويلي 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 كفرتيها. ويلي 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 وباز اخويا عصام وراسك وجهه قاصح. دونك دابا من بعد ما عرفنا شويه على السياحه في مصر عطانا احمد الاثمنه عطانا البلايص اللي ممكن اي واحد بغى يمشي يزور مصر والقاهره وشرم الشيخ. خويا عصام خويا عصام تهلا فيا كون هاني. المهم عرفنا اللعيبات هادو غندوزو كما قلنا لتحدي اللهجات. واجد ابو احمد تفضل. واجد يلا شوف غنعطيك خمسه د الكلمات الا عرفتيهم بخمسه خمسه وخميس عليك راك واعر. خمسه وخميسه خمسه وخميسه سانك سانك صافي خدت بالكم سانك سانك صافا كمل يا ابني صافا 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 بيه صافا الدنيا ابو ماشي. شوف بما انك انت يا المهم انا عارفك كتبغي السواقه يعني كتسوق مزيان وضربتي الطريق كما تنقولوا غنعطيك واحد اللعبه عندها علاقه بالسواق. اول كلمه هي دودان. دودان الدودان ده اللي ابتدى المطب. مطب هو اللي زغرت مش انا. سؤاله عادي عادي اصلا احنا كنصليو على الصلاه والسلام على رسول الله الى اخره الى اخره. دونك المطب عرفتيها. زيد زيد المطرقه. ايه خويا المطرقه. لا عاود عاود المطرقه. طب قولها 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 بشوي. دابا اللي قلتها بشوي غتعرفها انت. مطرقه 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 مطرقه. الشاكوش الشاكوش المطرقه اخويا سميتها مطرقه. شوف مطرقه مطرقه كتصرط الكلمه مطرقه مطرقه مطرقه. واخا برافو عليك. الكلمه الثانيه عرفتيها. الكلمه الثالثه الفروج. عرفها مسخوطه بالضحك الله العظيم. الاشاره الاشاره برافو. الاشاره حمراء الاشاره حمراء الاشاره خضراء. واخا واه يلا يا ابني زيد يا ابني زيد. ايه تاني يا ابني عايز تعرفه؟ رامبوان. يا ابني انت بتجيلي في يعني في تخصصك يعني يعني انت جاي للانسان الصح. رامبوان يعني المدار. رامبوان يعني المدار. خدت بالك؟ شو شو خدت بالك من وايه وايه النطق خايب ولا مز... لا نطق خايب ولا مزيان يا جدعان؟ صحيح صحيح. جود شوف واخا انا غنقول لك وحده دابا عرفتيها والله تظن نمشي في حالي. العاشق. ايه ده اخويا؟ صام العاشق. العاشق العاشق. هقول ماشي العاشق الولهان. مدحت صالح. لا العاشق. ما هو مدحت صالح قال لك حبيبي يا عاشق. لا احنا تنقولوا العاشق لحد الحال. عندك 10 ثمان 9 8 7 6 5 صافي قول. ما عرفتش. ما عرفش. العاشق هي المعلقه. اقسم بالله والله العظيم ده بالله جاي دي بالدرجه بالدرجه كنقول العاشق. كاين ناس خلينا نروح اتدوز معاهم في البيت عشان كاين اللي كيقولوا العاشق كيقولوا معلقه كل واحد شنو تيقول. المهم العاشق حتى هي كنقول العاشق. صافي معلش عم عصام عدد معلش. اعطيني شي جوج كلمات انت بالمصريه. بالمصريه انا اقولهم لك. جوج ولا ثلاثه ولا اللي بغيت. فكك مني خلي بعد مني. انا مستكانياس. انا مستوني. ايه ده
عرفتي؟ انا مستكاني، انا مستوني زعما انا على برنس كاينه. يعني ايوه يعني انت صاحب دماغ، صاحب دماغ مستكاني يعني انا مستوني. ايوه صح. طب اقول لك حاجه تاني، سير. انت سالتني خمسه، انا هسالك ثلاثه تاني. خمسه 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 خمسه. عندك الثالثه 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 ثالثه ثالثه. استنى بقى صافي وبحل. مطب ولا والله انا قلت هتخش عليه. طيب استنى، كاين مطب في الارض ومطب هوائي في السماء. يا ده انت ده انت دارس بقى، انت دارس، انت حافظ. انا حافظ. سير سير اخويا سير. طيب سي فود. سي فود سفود هو السفود اللي كنديروا فيه الشاو مشاوي. شوربه سي فود عباره عن ايه؟ هي شوربه حريره، شوربه. ايه سي فود، شوربه سي فود دي بقى تبقى شوربه، شوربة إيه؟ خضار. فود خضار. فود فود. انا في والسي دي بالنسبه لك ايه؟ طيب سي بصلي يعني بنكبر بالخضار سيدي لا احنا عندنا نوع من انواع الشوربه بتبقى فموجوده في محلات الحوت. كان في شوربه كده برضو بتوابل معينه بتبقى تقيله شويه بحال الحريره، يعني بحال الحريره في التقل. يا جماعه الحريره فوق دماغي، انا عارف، انا بوضح للناس شبيهه، لان الناس حتى الحريره ثقيله كنقولوا احنا الحريره كتكون تجي خاطره شويه. انا بتكلم على السمك بتاع السمك بتاع اسمها ايه دي الشوربه. الشوربه مش بتكلم على ثقيله يعني ثقيله على القلب، لا ان الحريره زوينه اكتر من السي فود اللي انا بتكلم فيها. لا الحريره توب التوب التوب على دماغي، عشان انا في ناس بتفهمني غلط فانا بوضح. عادي عادي تمام كده. السي فود دي بتجيب بقى، بيبقى سمك متقطع اللي هو الحوت المتقطع، كروفيت، كلامار، الكلام ده كله. خش وهوبا مبروك عليك التوأم. اغطس فوسفور يا جدعان، فوسفور ما فيهوش كلام. الله يرضى. بس طيب الله سير قول لي كلمه واحده اخرى. الاخيره الاخيره يلا. الى 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 ما الى الكاوتش. كاوتش هو البنو. صدق الواد ده اللي ربح ياكل بنو مسخوط والله ربح. يلا سير. سير الله يعطيك ما تاكل. شوف غنمشي انا وياك المصر ده فوق دماغي صافي، قسما بالله فوق دماغي. ندير شي فلوج 100 100 وهنعمل فلوج وفي نفس الوقت برضو نوضح نحسن الصوره اللي انتشرت فجاه على السوشيال ميديا اللي اتقال ممنوع التصوير في مصر. تصوير عادي في مصر. انا عايز اقول كلمه صغيره بقولها لاي حد بيسالني. سير بعد اذنكم يا جماعه، مش اي حاجه تصدقوها على السوشيال ميديا. بس كده الكلمه مشوربه يا احمد تمام كده، مش اي حاجه والله، مش عشان بلدي والله، انا بحلب والله، مش بميكي ماوس يعني، انا بحلب والله تمام. فربنا يحاسبني على الكلام اللي انا اقوله ده. اللي انا بقوله ده محدش يصدق اي حاجه على السوشيال ميديا. بس فانت ممنوع التصوير في مصر وشفت، لا انزل لو كده. لا ده حصل معايا ماشي، لكن في مغاربه كتير وفي اجانب كتير في مصر هيتفتكر هينزلوا مش هيتصوروا، مش معقوله. لا نمشيو ان شاء الله ونديروا شي فلوج 100 100 100 100 سانك 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 سانك. نشوفكم على خير. شرفت بك اخويا عصام والله العظيم. والله الا شكرا لك بزاف اخويا احمد الانتيخ. هذا عشيري كما تنقولوا احنا حبيبي. الله يحفظك. وعشيري وعشيري المهم خوت الله.